هاي، انا اسمي جنى احمد، انا في ليفل 1، ودلوقتي البروجكت بتاعي عن لعبة روك بيبر سيزر. دلوقتي انا هشرح ازاي انا عملته. في الاول هنعمل الكود بتاع الراندوم. هكتب from random import random. بعد كده هعمل list بتاعتي في ال variable choice. الليست هنعمل براكت دبل كود. الليست بتاعتي هتبقى روك، بيبر، سيزر. هنحطهم بين دبل كود. بعد كده هنعمل ال variable التانية computer. هنكتب choice، هنفتح bracket، هنكتب جواه random. بعد كده هنفتح قوس تاني صغير جواه، هنكتب 0 comma 2. 0.2 دي اللي هي روك بيبر سيزر. بعد كده هنكتب بقى برنت، دبل كوتيشن، ويلكم تو روك بيبر scissors game. دي عشان تنزل سطر تحت في ال input. بعد كده هنعمل player equal input brackets double quote your choice بعد كده load، دي عشان تسيب مسافة تحت في ال input. بعد كده هنكتب print، هنفتح قوس computer choose plus computer. computer دي اللي هو ال variable اللي فوق. نبدأ بقى في if statement. if player equal equal computer print Joe. بعد كده هنعمل else statement. الف بلاير ايكوال ايكوال روك اند كمبيوتر ايكوال ايكوال بيبر.
print computer wins. Computer wins. بعد كده هنعمل ألف تانية. ألف بلاير equal equal rook and computer equal equal scissors. هنكتب بعد كده print. هنفتح القوس player wins. بعد كده هنعمل ألف تانية. ألف player equal equal paper and computer equal equal rock. Print نفتح البراكت and print player wins double quote player wins. كده البلاير هو اللي فاز. وبعد كده هنعمل ألف تانية. ألف بلاير equal equal paper. And computer equal equal computer هي equal scissors. نعمل print بين قوسين and print الكمبيوتر وين computer wins. كده الكمبيوتر هو اللي فاز على البلاير لو عمل كده. بعد كده هنعمل ألف تانية. player equal equal scissors. And computer equal equal computer I equal paper. هنعمل print and print computer wins. computer wins. هنعملها بين double quote آخر ألف player equal scissors.
and computer equal paper. I print نفتح كوس دبل كوت بليرونز كده البلاير هو اللي فات بعد كده هنعمل run هيقول لنا your choice هكتب له مثلا rock وهعمل enter هيطلع لنا الكمبيوتر choose scissors يبقى كده البلاير هو الوينز وبس كده وباي.